نرجع تاني بقى ونروح للدوري الليبي. كابتن محمد عوده وكابتن عبد الحميد بسيوني الاثنين موجودين في الدوري الليبي، الاثنين النهارده بيقابلوا امبارح اول امبارح الاثنين بيقابلوا بعض. عوده بيفوز وبياخد نادي الهلال في الدوري الليبي من حته بعيده جدا ويروح لحته متقدمه جدا. مش كده بس كابتن عوده، بس كابتن عوده القصه ان هو برضو اللي الناس اتكلمت عليها ان هو دفع بفيديو كان فيه متضايق ومستاء جدا وقافش جدا ومتضايق ودخل لا مفيش احتفال وبتاع، لان واضح ان هو كان هيسيب الفريق وفجاه قرر انه نكمل مع الفريق. كملوا الفيديو، انتوا قطعتوه ليه؟ اهو انا عايز اعرف بس الخطوه التاليه اهو. لا يعني عودة مكسب وأداء وتمثيل وإخراج وتألق في جميع المجالات. يا كابتن عودة ألف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن سيف واشكرك على المقدمه الجميله دي، ودايما كده منور ودايما متألق كده يا كابتن. وحشنا حبيبي، اخبارك ايه؟ والله وحشني جدا يا كابتن سيف، ومصر وحشاني جدا طبعا، بس هنعمل ايه بقى؟ لازم نكمل وان شاء الله نعمل حاجه كده تليق للمصريين ان شاء الله. متألق ومكسر الدنيا في الدوري الليبي. والله الحمد لله كابتن سيف، هو الدوري الليبي مش غريب عليا، انا من 2018 كنت ماسك الاهلي بني غازي، والحمد لله فنشت الاول، بس المشكله ان الدوري اتلغى ساعتها، بس الحمد لله دخلت ولعبت بطوله افريقيا ابطال الدوري. 2020 مسكت النصر الليبي اللي هو زي الاهلي والزمالك، الاهلي والنصر. مسكت النصر الليبي والحمد لله كملت الدور الاولاني، كنت اول الدوري. بس لما جالي المحله فسبت النصر ونزلت على المحله. بس 22 بقى جيت على الهلال الليبي. بس بقول لك يا كابتن، انت صحتك جت على الهلال. حبيبي هنا كنت بتعاني وبنقعد ندعي لك كل مباراه وضغطك عالي. عمري ما شفتك بتضحك حتى وانت بتكسب. الحمد لله يا كابتن، الحمد لله. والله منظومه جميله بتاعت الهلال، صاحب المنظومه دي في كابتن علي الشريف ده اللي هو رئيس النادي، ده كان زي في المولية العربة كابتن الفريق، قعد 20 سنة كابتن الفريق، بطل السنة اللي فاتت ومسك رئيس النادي، فعمل منظومة جميلة جدا مش في كرة القدم بس، ده في السلة والطايرة، عمل منظومة حلوة في نادي الهلال، جاب جهاز فني وجاب لعيبة ساعدني. أنا الحمد لله مسكت الفرقة كابتن السنة دي، كانوا هم قبل الأخير بيبقى عندهم نقطة واحدة، فالحمد لله اشتغلنا وبين الدورين جبت لعيبة والحمد لله دلوقتي انا دخلت السداسي، ودي يمكن باين اول مره في تاريخ نادي الهلال ان يخش السداسي. يعني الفيديو اللي مكسر الدنيا ده مين اللي اخرجه؟ والله يا كابتن سيف انا هقول لك الحقيقه، طبعا انت عارف انا بلاعب الكابتن عبد الحميد بسيوني نجم كبير، والجهاز كله مصري، خلي بالك معتز اينو واحمد صالح واحمد سالم الاربعه مصريين، وكنا مع بعض يعني، فاللعيبه صوتهم عالي جدا عندنا في الاوضه وفرحانين، فانا طبعا داخل متضايق يعني برضه الجهاز المصري وكده، فداخل فعلا انا كنت داخل متنشن وهعمل، بس عارف اللعيبه والفرحه قمت انا سبت نفسي بقى انطلقت معاهم يا كابتن. يعني مش بتحضر يا كابتن؟ لا والله كنت رايحين، كنا رايح يعني هزعق وبعد كده فالحمد لله مشيت الامور. مشيت الامور يا كابتن سيف. الحمد لله يا رب دايما، بس المشكله ان مشيت الامور ومشي كابتن عبد الحميد بسيوني وجهازه برضه. والله الكابتن عبد الحميد بسيوني عامل فرقه كويسه على فكره، كان ماشي كويس قوي في افريقيا وكان ماشي كويس في الدوري، بس هو انت عارف هنا المشكله ان بقول لك احنا الهلال يمكن اول مره في تاريخه او دخل باين من 10 سنين قبل كده مش فاكر، فكانت حاجه يعني ان هم كانوا معتبرين ان خلاص الاهلي والنصر والاخضر هم اللي هيخشوا، بس الهلال طبعا لما كسبنا احنا دخلنا مكانهم، فدلوقتي اللي مترشح رسمي اهلي والهلال، لسه النصر والاخضر لسه يعني النتائج بقى تشوف مين اللي هيخش التالي ان شاء الله. فكانت صدمه يعني للجمهور بتاعهم. المشكله بس الكابتن عبد الحميد اللي هو كان من ثلاث اسابيع كان بيلعب نهائي كاس ليبيا وخسر الكاس من فريق برضو اهلي طرابلس، فريق قوي يعني. بس الحمد لله يا كابتن سيف انت عارف الدوري الليبي كله توانسه، يعني الدوري كله توانسه. الحمد لله انا الوحيد اللي كنت شغال ضمن المصري
فبدأ الحمد لله يكلموا كابتن عبد الحميد بسوني وكلموا كابتن طلعت يوسف كان هيجي على فكرة بس حصل له ظروف، فبدأت الأندية هيتجوا للمدرب المصري الفترة الجاية دي إن شاء الله بإذن الله. كابتن إن شاء الله يا كابتن بالتوفيق لحضرتك وتكسر الدنيا دايما كده ودايما متابعينك وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل. حبيبة كابتن سيف واشكرك وإن شاء الله نتجمع على خير بإذن الله. إن شاء الله كابتن عودة أشوفك على خير يا رب إن شاء الله ودايما متألق. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد عودة المدير الفني للهلال الليبي.